فايز محمد عبدان سجين بلبنان في سجن روميا، حكم علي 15 عاما. انا ساكن بألمانيا واهلي زوجتي واولادي بألمانيا. نعم. الان يعني حاليا. نعم. واتيت للبنان عشان كيف يعني لاسكن هون بلبنان ببلدي عشان كيف لانه الوالد والوالده نعم كبار في السن. نعم. تعرفت على واحد عشان كيف اسمه محمود. نعم. وطلب مني عرفتني كيف انه اخده وشيبه، طلع هو هذا الزلمه يعني والشباب عرفتني كيف يعني يعني هيك لهم شو اسمه لهم نشاط يعني. نعم عندهم نشاط. انا كنت يعني اشتغل بسيارتي التاكسي عرفتني كيف. نعم. كنت اخده وشيبه كوني عرفتني كيف انه انا سائق تاكسي عرفتني كيف، وبداوا معي بالتحقيق عرفتني كيف. وفي واحد عرفتني كيف قال انه نحن بدنا نعلق رتب على حسابكم عرفت علي كيف؟ نعم نعم. وبدأوا عرفت علي كيف يعني بتعرف انت كيف الوزارة يمكن انت طلعت لونيك وشفت. خد روحتك بالحكي. بتعرف تعذيب وما تعذيب وضرب عرفت علي كيف؟ نعم. وقت اللي اجيت بدي امضي على الاوراق اللي هن كانوا عم يكتبوهم طلبت منهم انه اقراهم قبل ما امضي. نعم. فقال لي لحظة شوي صغيرة طول بالك. راحوا عرفت علي كيف. نعم. نعم. ودخلوا خمس عساكر ونزلوا في قتل. نزلوا فيك ضرب. قلت هذه الكلمة هون شو بيقول لي هذا المحقق؟ قال لي فكر حالك بألمانيا يا أخو الكذا والكسر. يعني إذا هلأ بيصوروني. نعم. حتى أنا طلبت